اوكي، اذا اليوم السلام عليكم، راح نكمل من شابتر الان ام ار. طبعا المره الماضيه حكينا عن الان ام ار سبيكترم، حكينا انه عباره عن بلوت للانتنسيتي فيرسس الكيميكال شيفت، اوكي، وحكينا عن فاكتور افكت الكيميكال شيفت وشفناهم المرة الماضية. اليوم رح نحكي عن الانتجريشن بالأنمار. طبعا السبكترم بيحتوي على بيكس، وعرفنا انه each بيكس represent اللي هو different type of carb of proton. في حالة البروتون NMR يعني كل بيك لبروتون بكون معين، مختلفات بtype of the proton. طبعاً الانتجريشن هي عبارة عن بروسس بتل أس number of each type of the hydrogen، يعني بتخبرنا قديش عندي بروتون بعينتي. أوكي، إذن الانتجريشن هي عبارة عن بروسس to tell us the relative number of each type of hydrogen. طبعا لاحظوا راح يكون في عندي intensity، راح يكون عندي peaks represent molecules. لاحظوا هذا المثال، في عندي 1 2 3 4 type of peaks، اوكي، واحد الى 2CH3، واحد الى CH2، واحد الى CH3 من الجهة الثانية، وكمان في عندي للبروتون اللي على OH. إذن في عندي 4 type of signal. لاحظوا الأرقام اللي تحت البيكس مش الكيميكال شيفت، يعني 15 7.5 5 2.5، هاي بسميها integration. So the area under each signal is proportion to the number of proton that give rise to that signal. وبالتالي كمان ال height of each integration، الهايت اللي هي برضو proportion to the area under specific signal. لاحظوا هون في عندي two spectrum لنفس المركب، وهون لاحظوا الأرقام 15 7.5 5 2.5، فعليا أصغر رقم 2.5. كيف أنا بدي أعرف each signal how many hydrogen؟ بقسم على أقل رقم، يعني أقسموا كل الأرقام على شو أقل رقم باللي فوق، على 2.5. 2.5 على تقسيم 2.5 بده يعطيني 1، 5 تقسيم 2.5 بده يعطيني 2 الرسمة اللي تحت، 7.5 تقسيم 2.5 بده يعطيني 3، و15 تقسيم 2.5 بده يعطيني 6. لاحظ يعني البيك الأولى represent 6 هيدروجين، أوكي، البيك الثانية represent 3 هيدروجين، اللي بعدها 2، وآخر واحدة 1. طبعاً إذا هاي الأرقام هاي اسمها integration، أوكي، إذا بتells you the relative number of each type of hydrogen. طبعا لاحظوا 6 hydrogen represent هذول two مثل group، راح نشوف كمان شوي. الثلاثة hydrogen represent هاي CH3 اللي موجودة على اليمين بالكيتون، two hydrogen للميثيلين للCH2 هاي، والone للOH. اوكي، اذا لازم each type of proton appear in the spectrum. اذا هاي العمليه اسمها عمليه الانتجريشن to tells you the relative number of each type of hydrogen. لحد الان شايفين انه البروتون سبيكترم بخبرني بعدد الهيدروجين، وكمان بخبرني different type of hydrogen، يعني how many signal I have that mean how many different type of hydrogen the molecule has. لاحظوا هون المثال هذا 1-1 دايكلوروإيثين، راح تشوفوا بالسبكترم 2 signal، اوكي، 1 signal for the CH3 للمثل، 1 signal للهيدروجين. طبعا السيجنال للCH3 راح يكون الانتجريشن إلها 3، والسيجنال اوف ذا سي اتش للميثاين راح يكون الانتجريشن 1، اذا الريشيو راح تكون 3 الى 1. اوكي، 3 لهاي CH3، 1 للسي اتش.
المثال الثاني هنا أقصى اليمين اللي 1 2 داي كلورو 2 مثل بروبين. طبعا how many signal you will see in the spectrum، راح نشوف 2 signal، واحد إلى CH3، طبعا هذول ال 2 CH3 equivalent، إذا واحد إلى CH3 هذول الثنتين، وواحد إلى CH2. أوكي، ال CH3 الانتجريشن راح يكون تحتيها 6 بروتون. أوكي، إذا هاي السيجنال راح يكون عندها 6 بروتون، وإيش وال CH2 هون راح يكون الانتجريشن إلها 2. طبعا الراتيو 1 to 3 اقسم واحد هون لثلاث، يعني 1 2 3. اذا الاريا اندر ايتش سيجنال از بروبورشن تو ذا نمبر اوف بروتون. لاحظوا هون بالمثال هذا الانتنسيتي كيف اختلف لكل سيجنال، اللي عندهم 6 بروتون الانتنسيتي اعلى. اوكي، اذا هون نفس الشيء، هون اللي عندها 3 بروتون راح تكون الهايت نص الستة، الستة راح تكون ضعف الثلاث، هون اثنين طبعا بتقل الانتنسيتي، واخر شيء الوان بتكون اقل شيء. اذا لاحظوا هاي مثال ثاني بنزل اسيتات، طبعا هون البنزل اسيتات راح نشوف how many signal you will see in the spectrum. مين يحكي لي كم سيجنال راح نشوف بالبروتون ان ام ار سبيكترم؟ لاحظوا هون السي اتش 3 راح اشوف 1 سيجنال للسي اتش 3، وراح نشوف 1 سيجنال لل 2 هيدروجين اوف ذا سي اتش 2 للميثيلين، لا و 1 سيجنال للبروتون اللي على حلقه البنزين. لاحظوا هون عندنا 3 سيجنال، ولاحظ الريشيو يعني الانتجريشن لهم، هاي الانتجريشن لاين. هنا التكنيكس الجديد بيبين لي ال هاو ماني الاري اندر ذا سيجنال. لاحظوا 55 24 38، طبعا احنا بدنا نبسطها بحيث يعطيني ارقام صحيحه، يعني الريشيو 55 ل 24 ل 38 اقسم على اقل رقم راح يعطينا ايش 5 to 2 to 3. So the area under the curve are relative and not absolute. The integral value are proportion to the actual number of proton represented by the peak. اذا راح يكون عندي 3 هيدروجين، البيك الاولى CH3 تذكروا راح تطلع هون بالاب فيلد. اوكي، لانها دي شيء لانها شيلدد. اوكي، وهون السي اتش 2 لانها بجنب الاكسجين راح تطلع على 5. اوكي، كمان حلقات البنزين حكينا الرينج من 6 الى 8. لاحظ البروتون على حلقه البنزين هون طالع تقريبا 7.5، إذا هنا 5 هيدروجين، هنا 2 هيدروجين، هنا إيش 3 هيدروجين. إذا لاحظوا السبكترم البروتون أنا بآر، لما تشوف 3 بيكس معناته عندك 3 different type of بروتون، وبرضه الانتجريشن موجود ببين لي how many بروتون in the compound، 5 6 وهون 2 7 وهون 3، يعني هون 5 و2 7 هون 3 10 بروتون. روح على الستركتشر برضو راح تعيدهم كل بروتونات 10، هاي 5 وهون 2 وهون 3، اذا 10 بروتون بريزنت. اذا لاحظ حصلنا على معلومات من البروتون ان ام ار اللي هو عدد البروتونات بالاضافه للبوزيشن للبيكس، وبالإضافة لنمبر اوف بيكس، يعني نمبر اوف بيكس بخبرني how many different type of proton. البوزيشن بخبرني انه فعليا مين اب فيلد، مين شيلدد، ومين دي شيلدد. طبعا البيكس لاحظوا هون البيكس راح نشوف انها مش دائما راح تظهر على شكل سيجنال سينجلت.
اوكي انه يعني بس وان بيك. في عندنا شيء اسمه سبليتنج اوف ذا سيجنال. اوكي السبليتنج اوف ذا سيجنال طبعا البروتون ان ام ار سيجنال سبليت انتو 2 ان اي بلس 1 لاينز. اوكي وبتعرفوا احنا السبيكترم للبروتون ان ام ار للبروتون وبالتالي اي فور بروتون از هاف. اذا دائما راح يكون البروتون ان ام ار ان بلس 1 ان بلس 1 الرول وير از ان هي نمبر اوف اكويفالنت بروتون باوندد تو ادجيسنت كاربون. اوكي طبعا لاحظوا راح نشوف كل بيك هاو ماني سبليتنج فور ايتش بيك. طبعا الكابل دي بروتون سبليت ايتش اذر. لاحظوا هذا المثال لو اخذنا هذا الاستر هاو ماني بيك يو ويل سي ان ذا سبيكترم كم بيك راح تشوف بالسبيكترم. راح يكون عندي 3 ديفرنت ايش بيك ثلاث بيكات واحد فور سي اتش 3 اللي مكتوب عليها اي واحد لا سي اتش 2 بي واحد الى سي اتش 3 اللي هي سي. طبعا السي اتش 3 مختلفات لانه الانفايرمنت المحيط فيهم ايش مختلف. طبعا اي راح يكون في عندنا سيجنال ل اي وسيجنال ل بي وسيجنال ل سي واي راح يكون الانتجريشن الها 3 وبي راح يكون الانتجريشن الها 2 لانه في عندي 2 بروتون على بي وسي راح يكون الانتجريشن 3. طبعا number of peak in signal is called multiplicity of the signal يعني عدد البيكا هاي البيك ايه اذا كم بيك فيها صح. انا عندي signal لا السي اتش 3 بس راح نشوف how many peak of each signal هاي بسميها multiplicity of the signal او splitting of the signal. splitting انها يعني السيجنال قديش تتقسم لكم signal. Splitting of the signal caused by spin-spin coupling occur when different kind of a proton are close to one another. لاحظوا CH3 بجانبها CH2. طبعا هذول الثلاثة هيدروجين هم split by the CH2 group. Okay. لاحظوا هون CH3 الثلاثة بروتون هذول equivalent لإيتش أذر وبالتالي الإكويفالنت بروتون دو نوت سبليت إيتش أذر يعني هذول الثلاثة بروتون ما بيشوفوش بعض بيشوفوا فقط اللي بجنبهم نيبرينج بروتون. طبعا السي اتش 3 هاي سبليت باي سي اتش 2 هاو ماني سبليتنج هاو ماني بيكس ان ذس بيك راح تكون ان بلس 1. لاحظوا هنا بي عندها 2 هيدروجين 2 زائد 1 3 يعني السي اتش 3 راح تكون السيجنال لسي اتش 3 تريبلت. اوكي بسميها تريبلت انه في عندها ثلاث بيكات. راح نشوف كمان شوي شكل للتريبلت. السي اتش 2 السي اتش 2 فعليا التو هيدروجين هذول اكويفالنت يعني دو نوت سبليت ايتش اذر لكنهم سبليتد باي السي اتش 3 جروب يعني التو هيدروجين هذول سبليت باي السي اتش 3. لاحظوا هاو ماني هيدروجين بجانبها ثلاث اذا ثلاثة زائد واحد اربعة اذا راح تكون السي اتش 2 ابير از كوارتت راح يكون شكلها كوارتت. اوكي السي اتش 3 سي اللي محطوط عليها سي there is no neighboring بروتون ما في بجانبها بروتون وبالتالي السي اتش 3 الان لها صفر يعني الان اللي هي number of equivalent proton bound to adjacent carbon. اهم شيء تحطوا خطين تحت ال adjacent carbon اللي بجانبها بما انه n zero اذا ال CH3 راح appear as a singlet. اوكي اهم شيء تتذكروا it's not the number of proton giving rise to a signal that determine the multiplicity of the signal. It is the number of proton bound to adjacent, immediately adjacent carbon that determine the multiplicity. مين اللي بخبرني عن المالتيبليسيتي لا السيجنال اللي هو neighboring proton adjacent to this hydrogen. يعني اللي بجانبهم فقط اللي بجانبهم هو اللي بخبرني شو اللي راح يطلع معي doublet, triplet, quartet وهكذا. اوكي اذا
هذا المثال راح نشوفه لهذا المركب، ثلاثة سيجنال، واحدة راح تكون تريبلت اللي هي ريبريزنت المثل جروب، وراح يكون الانتجريشن إلها ثلاث، واحدة راح تكون كوارتت واللي هي ريبريزنت سي اتش 2 جروب، راح يكون الانتجريشن إلها اثنين، وان بيك سنجلت ريبريزنت السي ايش، وراح يكون الانتجريشن إلها ثلاث. أهم شيء تتذكروا إنه السي اتش 3 اللي بقيت ثلاثة هيدروجين هذول ما بيعملوا لبعض سبلت، فقط سبلتد باي ذا نيبرينج بروتون، يعني بصير لهم انقسام من ايش البروتون اللي بجنبهم. لاحظوا السي اتش 3 بي ار البرومو ميثين، طبعا هذول السي اتش 3 هذول الثلاثة هيدروجين ايكويفالنت، وحكينا دو نوت سبلت ايتش اذر، اوكي. ولاحظوا سي اتش 3 ما في جانبها نيبرينج بروتون، وبالتالي شو راح يكون السبيكترم؟ راح يكون عندي 1 بيك سنجلت ريبريزنت السي اتش 3، اوكي. اذا راح يكون عندي فقط بيك واحده وسنجلت، وبالتالي هاي الانتجريشن الها راح يكون ثلاثه بروتون. 1 2 داي كلورو ايثين هذا المركب، لاحظوا هنا السي اتش 2 والسي اتش 2 الثانيه هذول اكويفالنت، اوكي، يعني نفس الانفايرمنت حواليهم. هاي السي اتش 2 مرتبطه مع السي ال ومرتبطه مع السي اتش 2 اللي بجنبها، نفس الشيء هاي السي اتش 2 مرتبطه مع سي ال ومرتبطه مع السي اتش 2 الثانيه وعليها سي ال، يعني ايش في عندي سيمتري، وبالتالي هذول الفور بروتون اكويفالنت، هذول كلهم اكويفالنت، راح فقط ابير وان سيجنال بالبروتون ان ام ار، راح يكون عندي وان سيجنال وبرضه ايش راح يكون سنجلت، اوكي. اذا بما انهم اكويفالنت هذول الفور هيدروجين، اذا ما في بجانبهم بروتون ثاني، اذا راح يظهر عندي بالان ام ار اللي هو وان سيجنال سنجلت، اوكي سنجلت. ولاحظوا هذا هو السبيكترم لهذا المركب، اذا فقط ظهر لي سنجلت على 3.73، اوكي. اذا each compound هذول المثالين has an MR spectrum that show one singlet because equivalent proton do not split each other signal. لاحظوا هذا مثال ثاني 1-1 dichloroethane. لاحظوا حكينا اول اشي لما تنظر على المركب predict how many signal you will see أو how many peak you will see in the proton NMR spectrum. لاحظ في عندك two type of hydrogen، الهيدروجين الموجودات على المثل، وفي عندنا هيدروجين مرتبط بالكربون اللي عليها two Cl. إذا راح تشوف two إيش peak، two peak، واحد إلى CH3 واحد إلى CH. طبعا من نعرف الإيش المالتيبليسيتي، ال لاحظوا السي اتش 3 هذول الثلاثة equivalent، إذا حكينا do not split each other، لكنهم splitted by neighboring proton، لكن بصير لهم splitted by ايش؟ البروتون اللي بجنبهم immediately اللي بجنبهم مباشرة. لاحظوا الثلاثة هيدروجين اللي باللون الأحمر splitted by the hydrogen on the carbon adjacent carbon اللي عليهم ال 2 Cl اللون الأصفر، بما أنه عندي 1 بروتون إذا n plus 1 واحد زائد واحد اثنين، إذا سي اتش 3 شو راح تظهر على شكل دبلت، بما انهم 2 يعني n بلس 1 2 إذا دبلت اسمها. لاحظوا هاي سي اتش 3 هاي دبلت، والانتجريشن لازم يكون ايش ثلاث بروتون. لاحظوا هون معطينا الاريا 35.1 وهاي 11.5، اقسم 35.1 تقسيم 11.5 بعطينا ثلاثة لا السي اتش 3. اذا لاحظوا السي اتش 3 ابير از ا دبلت. الهيدروجين اللي باللون الاصفر او الاورنج لاحظوا شو بجانبها؟ بجانبها ثلاثه بروتون، وبالتالي راح شو ابير از كوارتت 3 بلس 1 كوارتت، اوكي، وهي السيجنال لا لكوارتت، اوكي. لاحظوا الدبلت في عندنا تو سيجنال، يعني خطين متساويات بالطول، اوكي، يعني الانتنسيتي لهم ايكوال. الكوارتت لاحظوا في عندنا اربع خطوط، اوكي،
وراح نشوف الانتنسيتي لهم مختلفات، يعني الاول والاخير الانتنسيتي متشابه، واللي بالوسط الانتنسيتي متشابه لكنه مختلفات على عن البيك الصغيره. اذا لاحظوا هاي السبيكترم، اذا شفت عندنا تو بيك، واحده لا السي اتش 3 ابير از دبلت، وواحده لا السي اتش ابير از كوارتت. هاي مثال ثاني، حدا عنده سؤال؟ لاحظوا هنا هذا مثال ثاني اللي هو إيثيل أيودايد. How many peak you will see in the proton NMR؟ راح نشوف إيش 2 peak، 1 for CH3 1 for CH2. طبعاً الـ CH3 شو راح تظهر على شكل إيش؟ مين يحكي لي الـ CH3 peak شو راح يكون المالتيبليسيتي إلها أو السبليتنج إلها شو راح يكون؟ مين الجاوب؟ أمل، فرح، آلاء، علي، وينك علي؟ نعم دكتور. مين، فرح ولا أمل؟ فرح دكتورة. يا فرح، السي اتش 3 شو راح يكون شكل البيك عندها؟ دبلت ولا تريبلت ولا كوارتت؟ حكينا انهم هذول الهيدروجين راح يصير لهم سبليتد باي نيبرنج بروتون. وشو كيف راح يصير لهم سبليتنج؟ باي ان بلس 1 رول، ان اللي هي نمبر اوف اكويفالنت بروتون، عدد البروتونات المتكافئه زائد واحد. طبعا السي اتش 3 شو بجانبها؟ 2 هيدروجين، وهذول ال 2 هيدروجين equivalent. إذا بتاخذي رقم 2 زائد 1 3، رقم 3 شو بسميها؟ تريبلت. إذا راح تشوفي بيك لل CH3 تريبلت، وهاي هي التريبلت. لاحظوا أهم إشي، هاي شوف هاي تريبلت، الثلاث بيكات هذول بسميهم تريبلت. وراح نشوف كمان شوي ليش الانتنسيتي مختلفة. أوكي، الانتنسيتي هاي البيكتين متساويات اللي على الأطراف واللي بالنص أعلى. طبعا الانتجريشن راح يكون 3 لل CH3 CH2. بما أني فسرت لك CH3 CH2 شو راح تكون البيك؟ كم بروتون بجنب CH2؟ يعني واحد زائد واحد بصير تو. لا، هذول CH2 صح؟ اللي بجانبهم كم واحدة؟ CH3 صح؟ ثلاثة بروتون، ثلاثة بروتون زائد واحد بيصير أربعة. أربعة بسميها كوارتت. أوكي، إذا لحظة هاي البيك رقم 2، هاي هون كوارتت، أربع بيكات بتشوفها، يعني البيك الواحد بتنقسم لأربعة سيجنال. أوكي، إذا هاي أربعة. طبعا لاحظوا بكم تعرفوا إنه مين اللي بيظهر شيلدد ومين اللي بيكون دي شيلدد، مين اللي بيكون على لور فريكوانسي ومين اللي بيكون على هاير فريكوانسي، يعني انه لور كيميكال شيفت او هاير كيميكال شيفت. لاحظوا سي اتش 3 ظهرت على ايش؟ داون في اب فيلد. اب فيلد يعني ايش؟ شيلدد، يعني ظهرت على ايش؟ كيميكال شيفت اقل من السي اتش 2. ليش؟ لانها السي اتش 2 بجانبها الكترونيجاتيف اتوم، وحكينا الاندكتيف افكت بقلل ايش؟ الايودين، اعلى كهروسلبيه من الكربون، اذا راح تسحب الالكترونات باتجاهها، بده يقلل الالكترون دنسيتي اراوند البروتون. اذا بدها تصير البروتون ايش؟ سبين ات هاير فريكوانسي، وبالتالي كيميكال شفت راح يكون اعلى. اذا البوزيشن ببين لي الانفايرمنت حول هذول البروتونات، كل ما كان اب فيلد، كل ما كان سوري داون فيلد بده يكون دي شيلدد، يعني كل ما مشينا لرقم اعلى بده يكون دي شيلدد، وبالتالي بدك تعرف انه بجنبه راح يكون الكترونيجاتيف اتوم او انه الباي الكترون، بحيث انه يقلل الالكترون دنسيتي ويصير انه ايش؟ البروتون سنس اللي الريزونانس السبيننج.
أو سنس أكثر الماجنتيك فيلد. لاحظوا هذول البيك على 7 تقريبا 2 something. هاي البيك من السولفنت، يعني أنت بنعمل زي ما حكينا العينتنا بنذوبها بدوتريتد سولفنت. طبعا الدوتريتد سولفنت إلا ما يكون فيها تريس أماونت أوف سولفنت، يعني مثلا هاي العينة معمولة بالكلوروفورم دي، وبالتالي الكلوروفورم دي راح يكون فيها كلوروفورم يعني CHCl3. وبما أنه حكينا الأنمار سنس البروتون، إذا راح تشوف بيك لا trace amount of the solvent، يعني هاي بنستخدمها فقط، هاي السيجنال هون للكلوروفورم دي للسولفنت، يعني مش من مركبي. واللي على زيرو عرفنا انها الريفرنس بوينت، زيرو اللي هي تترا مثل سايلين، بنستخدمها كريفرنس بوينت حتى اشوف البيك لمركبي هو قديش بتبعد وين من الريفرنس بوينت. اوكي، لاحظوا المثال اللي تحت، ايزوبريبل او اللي هي 2 نيترو بروبين. اوكي، لاحظوا هاو ماني بيك يو ويل سي ان ذا ان ام ار، كم بيك راح تشوف بالان ام ار؟ مين يحكي لي كم بيك راح تشوف بالان ام ار لهذا المركب؟ لك تنتبه شو. طب واحد إلى مين وواحد إلى مين؟ CH3 واحدة و CH واحدة. أوكي، إذا واحد إلى CH3 واحد إلى CH. طبعا بيك CH3 يعني 2 CH3 هذولا equivalent، إذا راح تشوفهم مع بعض. أوكي، CH3 شو راح تكون الملتبليسيتي إلها أو السبليتنج لل CH3؟ دبلت، سنجلت، كوارتت، تريبلت، شو راح يكون ال CH3؟ اللي بدك obey ال N plus 1 rule، يعني بدك تنظر ال CH3 شو بجانبها؟ How many بروتون؟ في عندي فقط بروتون واحد اللي على ال CH صح؟ إذا بما إنه ال CH3 بجانبها 1 بروتون، N plus 1 واحد زائد واحد، إذا راح أبير as a doublet. لاحظوا هاي الدبلت. طبعا شو الانتجريشن راح يكون؟ بما أنك راح تشوف لـ 2CH3 راح يكون 6 بروتون، يعني 6 بروتون أبير as a doublet. وأنا شو بحكي هيك؟ بحكي إنه المثل is splitted by the CH. أوكي؟ إنها المثل صار لها splitting إيش عن؟ by إيش؟ CH، عن طريق الـ CH، إنها شافت الـ CH وصار لها splitting. CH CH شو راح سبلت باي المثل صح؟ راح يصير لها سبلتنج عن طريق المثل جروب. طبعا CH بيك هاو ماني هاو ماني بيك يو ويل سي، يعني الملتبليسيتي لا CH ايش؟ دبلت، كوارتت، شو السبلتنج راح يكون لل CH للهيدروجين اللي على هاي الكربون؟ How many neighboring بروتون؟ قديش مجاورها البروتونات الهيدروجين هاي؟ 6 6 6 بلس 1 7. إذا بسميها سبتت، سبتت، إذا راح نشوف 7 بيك. لاحظوا هون، هون 7 بيك. طبعا لاحظوا N plus 1 بتنطبق على اللي هي N لما يكونوا equivalent، راح نشوف أمثلة كمان شوي، مش دائما راح يكون equivalent حول المجاور، يعني البروتون المجاور مش دائما راح يكون equivalent. لاحظ هاي الهيدروجين حواليها CH3 CH3 equivalent، يعني إيش؟ نفس اللي على اليمين نفس اللي على اليسار، وبالتالي هذول الهيدروجين حواليها 6 بروتون اكويفالنت 6 بلس 1، بقدر اطبق قاعده الان بلس 1. اذا دائما راح اشوف سبتت للسي اتش والانتجريشن الها واحد. ولاحظوا هذا المثال السي اتش 3 راح اشوف دبلت والانتجريشن الها 6. لاحظوا هذا المثال، حكينا انه ممكن اشوف انها دبلت، سنجلت، تريبلت. لاحظوا CH3 CH Cl2 هذا المثال.
هاي الـ CH3 حكينا راح تكون راح نشوف بالأنمار 2 سيجنال 1 للـ CH3 1 للـ CH. الـ CH3 راح يكون الملتبليسيتي إلها إيش؟ الملتبليسيتي إلها دبلت، أوكي؟ لأنه شو نيبرينج بروتون عندها 1 N بلس 1 راح يكون إيش؟ دبلت. طبعاً لاحظوا الكيبليكال شيفت لا الدبلت انفلونس باي ايش الديركشن اوف ذا سبين اوف ذا ميثاين بروتون. طبعا الدبلت راح يطلع معك خطين، واحده راح تكون الكيميكال شيفت اعلى من الثانيه، اوكي؟ لاحظوا لو نرجع لهون لاحظوا هاي الدبلت، هاي راح يكون الكيميكال شيفت اللي على اليسار اعلى من الكيميكال شيفت اللي على اليمين. طبعا ليش احنا راح نشوفها على two different chemical shift؟ طبعا لانه فعليا انتم بتعرفوا انه السبين للبروتون في عندنا حالتين لها، اما بلس نص او ماينس نص، اوكي؟ وبالتالي واحده راح تكون الماجنتيك فيلد اوف ذا ميثاين بروتون ان ذا سيم direction اوف ذا ابلايد فيلد، يعني واحده راح تعمل سبين بنفس اتجاه الاكسترنال ماجنتيك فيلد، واحده راح تعمل سبين بايش عكس الماجنتيك فيلد. اللي بتتعمل سبين ان ذا سيم دايركشن از ذا اكسترنال ماجنتيك فيلد فعليا الكيميكال شيفت والاد اب، يعني انه الماجنتيك فيلد راح ينضاف على الابلايد ماجنتيك فيلد، وبالتالي شو بده يصير عندي هاير فريكوانسي راح يكون هاير كيميكال شيفت. إذا السيجنال راح أبيل أت هاير كيميكال شيفت، لكن اللي بتتكون على لور كيميكال شيفت فعليا الماجنتيك فيلد اوف ذا ميثاين بروتون از لايند اب اجينست ذا ابلايد ماجنتيك فيلد، يعني راح تعمل سبين عكس اتجاه الابلايد ماجنتيك فيلد، وبالتالي راح يصير عندنا سبتراكت فروم ذا ابلايد ماجنتيك فيلد، راح ينقص من ال applied magnetic field، وبالتالي راح appear at lower frequency lower chemical shift، اوكي؟ طبعا احنا لما نعمل report للposition لل CH3 بدي اخذ average، اوكي؟ فعليا اللي بالوسط، يعني ال CH3 لما تحط موقعها بدك تحط انه الكيميكال شيفت لل CH3 بتاخذ الرقم هذا زائد الرقم هذا بنقسمه على 2 بعطينا البوزيشن، يعني بدي افترض انه ما فيش بجانبها اي اشي، اوكي؟ اذا راح ايش اعرف دائما انه اذا كان عندي دبلت واحده راح يكون اعلى فريكوانسي من الثانيه، والسبب انه في عندنا تو سبين، واحده راح تكون سبين parallel to the applied magnetic field وواحده against الابلايد ماجنتيك فيلد، وبالتالي اللي بتكون مع الابلايد ماجنتيك فيلد راح اد اب تو ذا ماجنتيك فيلد ذس كوز تو بي ايش سبيننج ات هاير فريكوانسي، وبالتالي السيجنال بدها تكون ايش اعلى الكيميكال شيفت، واللي بتكون عكس الماجنتيك فيلد راح يصير عندنا سبستراكشن فروم ذا ابلايد، يعني بنقص من الابلايد magnetic field وبالتالي appear at lower frequency. نفس الإشي للكوارتت، لاحظوا هون الكوارتت في عنا واحدة اللي أقصى اليسار أعلى الفريكوانسي، بعدين اللي بجانبها اللي بجانبها آخر شيء أقل واحدة. الفكرة نفس الإشي راح تشوفوا عنا 4 إيش signal للكوارتت، يعني CH حكينا انها سبليتد باي سي اتش 3، وبما انه ان بلس 1 3 زائد 1 4 راح يعطينا كوارتت، اوكي؟ اذا هاي كوارتت سيجنال، هاي اعلى راح يكون الفريكوانسي هنا اقل هنا اقل هنا اقل، اذا لكن لما تعمل ريبورت للسي اتش بدي اخذ ايش اللي بالوسط، دائما اللي بالنص راح اخذ ريبورت السي اتش انه القيمة تكون بالنص. مثلا بحكي البيك للسي اتش فور اكزامبل 4.0 دبلت، يعني ببين انها دبلت او سوري كوارتت بهاي الحالة كوارتت على هذا البوزيشن، اوكي؟
طبعا باخذ اول رقم واخر رقم وبقسمهم على اثنين بحيث انه ريبورت الكيميكال شيفت للسي اتش. اوكي طبعا لاحظوا للانتنسيتي بالدبلت الثنتين نفس الطول 1 تو 1، لكن بالكوارتيت راح يكون في عندنا اختلاف بالانتنسيتي. لاحظوا اللي على اليمين واقصى اليمين واقصى اليسار بالكوارتيت نفس الطول، واللي بالنص اعلى الانتنسيتي ونفس الطول. طبعا كيف نعرف الانتنسيتي؟ لاحظوا هون احنا حكينا انه في حالة الدبلت انها هاي السي اتش 3 شوف جنبها 1 بروتون ان بلس 1 2، اذا فعليا احنا في عندنا احتمالين للسبيننج اما بلس هاف او ماينس هاف، يعني واحدة بتتكون with يعني align the same direction as the applied magnetic field وواحدة align in the opposite direction، اذا راح يكون 1 to 1 الراتيو. لكن لما يكون في عندي النيبرنج اللي هي 3 3 بلس 1 اللي هي 4، يعني فعليا السي اتش هاي سبليتد باي السي اتش 3، اذا كم سبليت باي 3 بروتون، 3 بروتون شو احتمالية ال 3 بروتون السبيننج إلهم؟ أول واحدة إنهم كلهم with the يعني align with the same direction as the magnetic field، يعني كلهم بلس نص بلس نص بلس نص. أو الاحتمال الثاني إنهم كلهم عكس الماجنتيك فيلد، لاحظوا هون ماينس نص ماينس نص ماينس نص. أو في عندي كمان إيش إنه اثنين with the magnetic field one against، وهون بتقدر تكتب له أكثر من احتمال. لاحظ هنا لما نكتب اثنين نفس الاتجاه واحد عكس، ممكن هاي يخليها نفس الاتجاه هاي أعكس وهاي تصير نفس الاتجاه، يعني تقدر ترسم ثلاث احتمالات. هون بدك ترجع لنظرية الاحتمالات. أوكي إذا صار عندك اثنين with and one against you can draw three ايش possibility ثلاث احتمالات ممكن تكتب لهم، او ممكن يكون اثنين against one with، هون برضو بتقدر ترسم لهم ايش ثلاث احتمالات. يعني فعليا شو الريشيو 1 to 3 to 3 to 1. اوكي انه يعني ايش الانتنسيتي اما يكونوا كلهم مع اتجاه الماجنتيك فيلد هاي احتمالية واحدة، أو كلهم عكس اتجاه الماجنتيك فيلد هاي احتمالية برضو واحدة، لكن اللي بالنص هون اختلفوا، إما اثنين راح يكونوا مع واحد بيختلف أو اثنين against one with، إذا هون ثلاث احتمالات ثلاث احتمالات. إذا الراتيو دائما راح تشوفه للكوارتت 1 to 3 to 3 to 1، عشان هيك إحنا سميناها كوارتت n plus 1 يعني 3 زائد 1 4. إذا راح تشوف أربع بيكات الانتنسيتي إلهم واحد لثلاث، يعني ثلاثة أضعاف الأولى لثلاث، عشان هيك اللي بالوسط نفس الانتنسيتي وآخر إشي واحدة. لاحظوا هذا الجدول اللي تحت ببين لي المالتيبلسيتي للسيجنال and relative intensity of the peak in the signal، هاي شو بسميها باسكال تراي أنجل. بدل ما أكتب الاحتمالات هاي طريقة أسهل يعني إنك بريدكت الانتنسيتي للبيك. طبعا لما ما يكونش عندي نيبرينج بروتون راح تشوف البيك سينجلت خط واحد والاحتمال 1، أوكي الانتنسيتي إله 1. إذا كان number of equivalent بروتون causing the splitting is 1، يعني إنه إيش سبليتد باي 1 بروتون n بلس 1 2، راح تشوف المالتيبلسيتي للسيجنال دبلت. أوكي وشو الاحتمال 1 تو 1، أوكي لأنه ما فيش عندي إلا بلس هاف وماينس هاف، إذا 1 تو 1. لاحظوا هون إذا كان في عندي اثنين النمبر أوف إيكوفيلنت بروتون 2 بلس 1 3، إذا راح تشوف تريبلت. إذا كيف أنا بدي بريدكت الانتنسيتي؟ لاحظ هنا هاي أخذنا بلشنا هون بالسنجلت 1 صح؟ بالدبلت بدك تنزل ال 1 على اليسار، بما أنه ما فيش إشي تجمع له بجنبه بدك تنزل ال 1 الثاني على اليمين، إذا صارت الريشيو 1 تو 1. في حالة التريبلت
نزلنا الون على اليسار، دائما بدك تنزل الون على اليسار. اذا بنظر على اللي قبلها، بنظر على الدبلت، 1 تو 1، 1 زائد 1 2، اذا بنزل 2 صارت اوكي. وايش وبالنهايه 1 بنزلها هون. اذا شو الانتنسيتي للتربلت؟ 1 تو 2 تو 1، يعني طول البيك الاولى بدها تكون نص طول البيك الثانيه، وبالتالي ايش راح تكون اخر وحده اللي هي ايش نص اللي بالنص. يعني فعليا راح نشوف شكل ايش التريبلت. فجيكو رسمه ايش التريبلت، يعني فعليا الدبلت راح يكون نفس الطول، التريبلت راح يكون 1 تو 2 تو 1 اوكي. اذا الأولى والأخيرة نفس الانتنسيتي إلها، نفس الطول، واللي بالوسط تكون الضعف. أوكي، الكوارتت لاحظ هنا، يعني فعلياً each number at the bottom of the triangle in the rightmost column is the sum of the two numbers to its immediate left and right in the row above. يعني كيف بدي بريدكت الكوارتت؟ بنظر على التريبلت، الوان بنزلها، 1 زائد 2 3، 2 زائد 1 يعني بنظر انه فعليا ايش اللي هي الواحد حكينا نزلناها، 1 زائد اللي على يمينها 3، 1 زائد 2 يعني اعطاني 3 الانتنسيتي، الاثنين بجمع اللي على يمينها 3، 2 زائد 1 صار 3، واخر شيء 1 ما ظلش على يمينها، اذا بنزل الواحد. اذا الكوارتت الانتنسيتي لها 1 تو 3 تو 3 تو 1، يعني راح نشوف 4 بيكس السبلتنج، والانتنسيتي 1 هون 3 اضعافه وهون 3 اضعافه، عشان هيك اللي بالوسط راح يكونوا نفس الطول والاخير راح يكون نفس طول البيك الاولى. وهي شفتوه هون بالكوارتت، هاي الكوارتت 1 تو 3 تو 3 تو 1 والدبلت 1 تو 1 اوكي. هاي بالواقع المثال، هاي لاحظوا التريبلت 1 تو ايش 2 تو 1، هاي التريبلت 1 تو 2 تو 1، هاي نفس الاشي 1 تو 2 تو 1. طبعا هاي الكوارتت 1 تو 3 تو 3 تو 1، لاحظ الانتنسيتي الهم. الكوانتت اذا كان عندك 4 اكويفالنت بروتون ان بلس 1 5، اذا شو بسميها كوانتت اوكي. اذا لاحظوا الانتنسيتي 1 1 زائد 3 4، 3 زائد 3 6، 3 زائد 1 4 1. اذا راح تشوف 5 بيكس، 5 بيكات 1 تو 4 تو 6 تو 4 تو 1. نفس الشيء اذا كان عندي نمبر اوف ايكويفالنت 5، اذا راح تشوف 6 اوكي. اذا 6 بيكس المالتيبلسيتي 1، 1 زائد 4 5، 4 زائد 6 10، 6 زائد 4 10، 4 زائد 1 5 1. اذا هذول الانتنسيتي لهم للستة بيكات، و 6 فعليا 6 اللي هي راح اسميها سبتت 1 تو 6 تو 15 تو 20 تو 15 تو 6 تو 1. لاحظوا هنا كل ما زادت عدد الملتبلسيتي للسيجنال راح يصير عندنا تداخل كثير، وبالتالي عادة احنا بنسميها ايش ملتبلت، يعني اريح لانه راح يصير تداخل بين البيكات ومش راح يبينوا كبيك منفصل، مش راح يشوفها فعليا كسبعة سبلتنج. اذا راح يشوفها كثير العدد، وبالتالي ايش راح يصير عندك تداخل، بسميها ملتبلسيتي ملتبلت اوكي. اذا زي ما حكينا اللي هي ان بلس 1 رول بتخبرني عن الايش للملتبلسيتي للسيجنال اوكي. طبعا الملتبلسيتي للسيجنال كمان بخبرني عن النيبرنج جروب. لاحظوا صار عندي معلومه زياده، يعني اول شيء عدد السيجنال بخبرني هاو ماني ديفرنت تايب اوف هيدروجين، الانتجريشن اوف ايتش سيجنال بخبرني هاو ماني هيدروجين ان ذا كومباوند، يعني تخيل بجمع كل البروتونات ببين لي هذا المركب فيه 5 فيه 10 فيه،
بغض النظر عدد البروتونات، يعني الانتجريشن tells you different أو number of the proton in the compound. طبعا each signal الانتجريشن لإيتش signal tell me this proton are equivalent. يعني مثلا عندي ثلاثة هيدروجين، الانتجريشن للبيك الأولى ثلاث، معناته هذول الثلاثة هيدروجين إيش؟ equivalent، مرتبطات على نفس الكربون. أو إنه في عندي نوع مثلا إذا ستة في عندي نوعين مثلا هيدروجين إكويفالنت. الكيميكال شيفت بتخبرني عن إيش الإنفايرومنت المحاطة بهذول البروتونات، يعني إذا كان شيلدد ولا دي شيلدد. برضه المالتيبلسيتي شو خبرتني عن النيبرينج بروتون، عن الإيميديت نيبرينج بروتون. يعني لما تشوف أنت دبلت بدك تعرف إنه فعليا هاي السيجنال، يعني في هذا المثال مثلا هون شفنا انه هاي تريبلت صح، معناته بدك تعرف اللي بجانبهم، يعني هون عندك ثلاثة هيدروجين بجانبهم راح يكون ايش؟ تو هيدروجين، لانه سبلتد باي ايش صار عندي تريبلت، معناته الكربون اللي بجانبها مباشرة عليها تو هيدروجين. وهاي عندك كوارتت، معناته بدك تعرف انه ال سوري انه هاي تريبلت، تريبلت ايش؟ انه بدك تعرف انه صح انه هذول الثلاث بروتون بجنبهم عندي تو هيدروجين. اما هاي مثلا الكوارتت، الكوارتت بدك تعرف انهم هذول التو هيدروجين شو عند بجنبهم؟ ثلاثة بروتون، حتى انهم سبلتد لا كوارتت. اذا المالتيبلسيتي بتخبرني عن الايش؟ النيبرينج بروتون. طبعا لما نحكي عن السبليتنج دائما اعرف انه السبليتنج اوبزيرف اف ذا بروتون ار سيبريتد باي نو مور ذان 3 سيجما باوند. اوكي، يعني لازم فقط بيبعدوا عن بعض 3 باوند. يعني لاحظ هنا اتش اي واتش بي، هاي الاتش اي سبليتد باي اتش بي لانه فعليا بعيدات عن بعض ثلاث روابط. لا، الرابطه الاولى بين الاتش والسي، السي والسي هاي الرابطة الثانية، والسي والاتش بي هاي الرابطة الثالثة، ثلاثة سيجما بام. أما باللي بالمثال اللي بالوسط، لاحظوا هون المثال اللي بالوسط اتش اي، لاحظوا اتش بي قديش بتبعد عنها، أربع روابط سيجما، وبالتالي مش راح تعمل سبليتنج. يعني الاتش اي will not see اتش بي، will not سبليتد باي اتش بي. أوكي، إذا المثال اللي بوسط HA و HB do not split each other because they are separated by 4 sigma bond. يعني أربعة وطالع ما بصير لهم splitted طبعا إذا كانوا sigma bond. لازم يكونوا إيش؟ 3 sigma bond حتى يصير عندي splitting. يعني ال HA splitted by HB لأنهم ببعدوا عن بعض ثلاث روابط. المثال الأخير لاحظوا HA و HB بيبعدوا عن بعض صح أربع روابط، لكن واحدة منهم دبل باوند، وبالتالي هون راح نشوف HA may be splitted by HB، لأنه فعليا ممكن نشوفه لأنه بتعرفوا الكربون كربون دبل باوند قصير الرابطة، وبالتالي بدها تصير أقرب تقرب منها ال HB. إذا HA و HB may split each other signal because they are separated by four bond. One of them is a double bond. وبهاي الحالة شو بسميها long range coupling occur over the BI system. يعني هاي فعليا انه couple by four bond، هاي بسميها long range. اوكي، إذا هاي أهم إشي تتذكر هاي التلخيص، إنه signal for proton is never سبلت باي إكويفالنت بروتون. يعني مثلا CH3 الهيدروجين اللي على الكربون ما بيعملوا سبلت لإيتش أذر، لكنهم بصير لهم سبلت باي نيبرينج جروب. So normally non-equivalent protons split each other signal only if they are on the adjacent carbon. طبعا إذا كانوا على ال adjacent carbon سبلت each other. Splitting is through the bound not through the space. لازم يكونوا من خلال الرابطة، مش إنه من خلال اللي بيبعدوا بالفضاء. يعني 3 sigma bound. So it is really observed if the proton are separated by 3 bound
if however they are separated by more than three bound and one of the bound is a double or a triple bound, small splitting is observed and this is called long range coupling. لاحظوا هذا مثال. طبعا انا ممكن اجيب لك الانمار سبيكترم واجيب لك المولكيولر فورمولا واحكي لك شو الاستراكشر لهذا المركب، يعني ماتش الانمار مع الاستراكشر، يعني بدك تعرف كيف مرتبطات ايش الاتوم مع بعض. لاحظ هون 1 3 داي بروم بروبين، طبعا ارسم الشكل 1 3 داي بروم بروبين، هذه الرسمه. اول شيء بنظر هاو ماني سيجنال اي ويل سي ان ذا سبيكترم، فعليا كم سيجنال لازم اشوف؟ بنظر مين الاكويفالنت ومين اللي مش اكويفالنت. لاحظوا هون بي اللي محطوط عليها بي هذول اكويفالنت، لانه هاي السي اتش 2 مرتبطه مع بي ار من اليمين ومع سي اتش 2 من اليسار، ونفس الشيء السي اتش 2 اللي بالاخير مرتبطه مع بي ار ومع سي اتش 2، اذا في عندي سيمتري. اذا السي اتش 2 اللي على الطرف هذول اكويفالنت، يعني الفور هيدروجين راح نشوف لهم 1 بيك، والسي اتش 2 اللي بالنص مختلفه راح نشوف لها انذر بيك. اوكي، اذا السي اتش 2 اي مختلفه عن بي، وبالتالي هون راح تشوف 2 سيجنال. طبعا عرفنا انه في عندي 2 سيجنال، بدي اعرف شو المالتيبلسيتي لهي السيجنال. بي فعليا بي شو راح يكونوا؟ دبلت ولا مالتيبلت ولا تريبلت؟ مين يحكي لي؟ تريبلت. طبعا السي اتش 2 لاحظوا بجانبها ال، اي عندها 2 هيدروجين N بلس 1 2 زائد 1 3، إذا B راح يكون عندي إيش؟ تريبلت. تريبلت وقديش الانتجريشن إلها؟ هاي لاحظوا هاي الزوم، يعني هاي مكبرينها، هاي هي البيك لتريبلت وهاي الزوم إلها. التريبلت قديش راح يكون إلها فعليا الانتجريشن؟ راح يكون عندك 4 بروتون، يعني البي كم بروتون عندها؟ 4، إذا هون الانتجريشن راح يكون 4 بروتون under the triplet. أوكي؟ والاي شو راح نشوف في الاي؟ لاحظوا الاي شو بجنبها؟ 4 هيدروجين، 2 من اليمين واثنين من اليسار، 4 بلس 1 وهذول ايكويفالنت، 4 بلس 1 ايش؟ 5، إذا راح نشوف ايش كوانتيت، 1 2 3 4 5، هاي البيك كوانتيت. اذا هاي البيك للاي. طبعا كمان شو ممكن اعرف وين راح يطلعوا الكيميكال شيفت الهم، مين اللي داون فيلد ومين اللي اب فيلد، مين الشيلدد يعني ومين الدي شيلدد. لاحظوا ايه راح تظهر بالشيلدد، اوكي، وبي وين ظهرت الكيميكال شيفت؟ اعلى من ايه. طبعا ليش اعلى؟ لانه بجانبها البي ار، والبي ار بتعرفه الكترون وذ دراج وذ دراوينج جروب، راح يصير عندك اندكتيف افكت، اذا راح دي شيلد هذول البروتون، عشان هيك بيظهروا على هاير فريكونسي اللي هي هاير كيميكال شيفت. اذا انت راح يصير عندك بريدكت وين البوزيشن لكل ايش بروتون. اذا عندك تو بيك، واحد الى اي وواحد الى بي، اذا اي راح تكون دي شيلدد سوري وابير از كوانتيت اللي هي 5 بيكات السبليتنج الها، والانتجريشن لاي 2 بروتون، اذا هاي البيك راح يكون انتجريشن الها 2 بروتون، وبي راح ابير ات ايش تريبلت، وطبعا دي شيلدد وراح ايش الانتجريشن الها راح يكون 4 بروتون. اوكي، اذا كوانتيت هذا هي 4 نيبرنج بروتون وهاي تريبلت 2 نيبرنج بروتون. حدا عنده سؤال؟ اذا راح اوقف هون. والمره الجاي نكمل، بس خليني اخذ الحضور والغياب.